السلام عليكم. من هنا من مركز أو من مركز مديرية الحملة الولائية بغردايا أبعث أو أتكلم أو أريد أن أشارك بكلمة كوني رئيسة منتدى النخبة والكفاءات الوطنية ومكلفة بالأمانة الولائية لإدارة حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون. إذن هذا الاستحقاق السياسي الذي يتوجب علينا أن نكون على كلمة واحدة على موقف واحد لإبراز أو لمواصلة ما قام به مترشحنا الحر منذ 2019. إذن هذا التاريخ الذي ارتبط بمرشحنا عبد المجيد تبون. أين كنا ننتظر أن المرحلة ما بعد 2019، بعد أن كانت الجزائر على حافة الهوية، بعد أن كانت الجزائر متربصين بها، إلا أن هذا التاريخ جعل انقلاب أو جعل هناك توجه آخر بفضل المترشح الحر عبد المجيد تبون. كنا ننتظر هذه المرحلة أنها مرحلة إصلاحات، إلا أنها كانت مرحلة إنجازات. إذن يجب علينا أن نواصل هذا الصرح من الإنجازات لكي تتواصل مشاريعنا التي لم تكتمل بعد. أقول فقط أن هذا الاستحقاق السياسي يجب بتضافر جهود كل مواطن والمواطنات، وأدعو من هنا كل المواطنين بالالتحاق بالتوجه إلى صناديق الاقتراع. هذا يعكس مستوى الوعي السياسي لكل مواطن، يعكس الوعي السياسي لكل مواطنة. السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأخ كريم أمين، عضو لجنة الإعلام بمديرية المترشح الحر عبد المجيد تبون. نداء إلى كل ساكنة ولاية غردايا وإلى الشباب، فئة الشباب خاصة، نقول لهم يوم 7 سبتمبر 2024 يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع والمشاركة القوية في الانتخابات لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون. وهذه العهدة نسميها عهدة وفاء لتثمين، وهذا تثمينا للمكتسبات التي قدمها المترشح الحر عبد المجيد تبون في العهدة الرئاسية الأولى، ولاستكمال برنامجه في العهدة الرئاسية الثانية. فكونوا في الموعد. يوم 7 سبتمبر بقوة، أقول بقوة، بعائلاتكم، بشبابكم، بشيوخكم. اليوم احنا جد مطمئنين هنا من مدينة الرصفة وبالضبط من راس سيسلي، يعني طمأنينة كبيرة، لأن يعني كل الحضور هنا كلهم يعني عزيمة، وكلهم يعني يدركون مدى المسؤولية ومدى التحدي اللي ينتظر فيهم. يوم 7 سبتمبر سوف يكون عرس، وسوف تكون المشاركة قوية، وسوف يكون الفوز حليف مرشحنا عبد المجيد تبون. حقيقة تفاجأت بهذا الحضور المكثف الذي شرفنا وشرف الجزائر، وشرف أيضا مرشحنا السيد عبد المجيد تبون، الذي ننتظر منه أن يواصل مسيرته التي بدأها. يشرف هنا في مدينة الرصفة من أجل هذا المؤتمر، لأجل الاستحقاق الجاي إن شاء الله في 7 سبتمبر، من أجل المرشح تاعنا السيد تبون عبد المجيد، الرجل العظيم الذي حول الجزائر إلى دولة عظمى في فترة قصيرة. والإخواني المواطنين ربي يبارك فيكم إن شاء الله، ونطلب من إخواني المواطنين إن شاء الله لازم في 7 سبتمبر إن شاء الله يكونوا بقوة في الانتخابات، لأن الجزائر تستاهل أكثر، تستاهل أكثر من ذلك. وشكرا وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا حاليا راهي 12:30 ورانا موجودين في هذه التنسيقيه المترشح حر عبد المجيد تبون وفي الابيض سيدي الشيخ من خلالكم رساله الى ساكنه هذه الجهه كامله الابيض سيدي الشيخ وما جاورها ان يذهبوا يوم 7 سبتمبر. هذا نداء الجزائر كما لبوا آباؤكم وأسلافكم نداء جبهة التحرير الوطني ضد الاستعمار الفرنسي، لبوا نداء الجزائر يوم 7 سبتمبر 2024 واذهبوا بقوة إلى صناديق الاقتراع وانتخبوا المترشح الحر عبد المجيد تبون لأنه بكل بساطة رجل مرحلة. نظم المكتب البلدي لحركة مجتمع السلم بير العاتر لقاء جواريا لدعم المترشح عبد العالي حساني بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم. هناك التفاف شعبي، هناك اقتناع بالمترشح الأستاذ حسن الشريف عبد العالي وببرنامجه الذي اختار له عنوان فرصة، وهو كذلك نعتبره فرصة نشرح له بعض الخطوط العريضة للمواطنين من خلال ما أعده الأستاذ حسن الشريف عبد العالي في برنامجه فرصة من أولويات من محاور الخمسة لهذا البرنامج، والتي تترجم في إطار 62 تعهدا انتخابيا يسعى مرشحنا الأستاذ حسن الشريف عبد العالي لتطبيقها إن شاء الله إذا حاز على ثقة الشعب الجزائري. نحن نعتبر هذه الانتخابات الرئاسية فرصة للبلد، فرصة للجزائر في أن تحسن أوضاعها وتغير من واقعها، فرصة للشعب الجزائري كذلك في أن يتحمل مسؤوليته ويأخذ قراره بيده وينفذ ويطبق إرادته الحرة. اللقاء الذي تضمن طرح معظم برنامج المترشح عبد العالي حساني فرصة خاصة للولايات الحدودية وموضوع التنمية بها. بهذه المناسبة ندعو كل الشعب الجزائري إلى تبني هذا المشروع، مشروع فرصة الذي تقدم به مرشح الحركة الأستاذ حساني عبد العالي شريف إلى الشعب، وهو حقيقة فرصة في التنمية، فرصة في الازدهار، فرصة في التطوير، فرصة في النمو، في كل شيء يخدم ويمس المواطن الجزائري بصفة عامة. نحن كما ترون الإقبال على التجمعات إقبال بحماس وبطواعية نظرا لاقتناعهم ببرنامج المرشح الحر عبد المجيد تبون نظرا لما قدمه في عهدته السابقة، وأقنع الداخل والخارج، فقام بلم الشمل الجزائريين. وتلاحظوا أكبر دليل لما لاحظناه أثناء زيارته الميدانية إلى تيزي وزو كيف التحم به الشعب في بلد القبائل الكبرى المناضلة المجاهدة. لاحظنا كيفاش لم الشمل الجزائريين ووجههم حول مصير المشترك. كذلك تلاحظون أن هناك جملة من الأحزاب الكبرى واللي قادرة على المنافسة، إلا أنها انسحبت من المنافسة والتفت لمساندة هذا الرجل، إلا لقناعته أولا بحسن قيادة السفينة الجزائر، ثانيا نظرا للظرف الحساس التي تمر، الظرف الدولي حساس جدا، والجزائر متكالب عليها
من الجميع. فالجزائريين هذا الالتفاف تاع مجموعة من الأحزاب حوله يدل عن الجزائريين يعرفوا كيفاش يختلفوا ويعرفوا كيفاش يجتمعوا حول الهدف المصيري اللي هو الجزائر اللي هو أمانة في عنقنا. السيد عبد المعاد المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولاية وهران، حضورنا اليوم يعني والمشاركين اللي نبهوا الدعوة هي يعني كان إقبال لحضور هذا اللقاء فيما يخص الانتخابات لرئاسية 7 سبتمبر 2024. ببلدية ذرع سمار غربي ولاية المدية تتواصل الأشغال بأحياء لم تشهد التنمية منذ عقود، إضافة لتهيئة مسالك رئيسية فكت العزلة عن أحياء أخرى مختلفة. الحق الماء، الحق الطريق، الحق كلش. أولادنا مساكن يروحون القرية في الغارسة، كانوا ما كان لا نحكي لها قاع، داروا لنا الأسينيسمون، جابوا لنا الماء وربطنا الغاز، غاز المدينة. كنا ماناش مواطنين تاع الحي تاع البلدية، ولكن دوكا رانا مواطنين بقدرنا. فرحنا له يعني حاجه مليحه. كان طرقات غير مهيئه على اطفالنا يعني الصغار كي يتوجهوا للمدارس ولا. نظير الاشغال المتواصله والجهود الملموسه من السلطات يلتمس الالتفات لشوارع بلديه ذرع سمار وسط التي اهترأت طرقاتها بنسبة محتبرة ما أصبح يعرقل حركة سير المواطنين. احنا بلدية ذرع سمار هي تشهد في تنمية ما شهدتهاش من عليه من السنوات السابقة، وراهي فيها عدة مشاريع تنموية فيها ديزاميناجمون على مختلف الشوارع تاع ذرع سمار. نطلب إن شاء الله يعني السيد جهيد موسى الولي ولاية المدية، بلدية ذرع سمار عندها شوية تنمية ماهيش مغطية 100%، نطلبوا إن شاء الله يزيد يعطينا إضافة لتعبئة الطريق بوسط بلدية ذرع سمار، يعني الطرق راهي هشة ويعني مهترية يعني 100% كاع. ونشكر كل السلطات اللي تساهم في الأمر هذا في التنمية تاع البلديات على مستوى الولاية. نشكر يعني الشكر الخاص إلى مواطني بلدية ذرع سمار اللي راه يساهموا معنا ثاني في التنمية هذه. هي أشغال مستمرة لعمليات قد سجلت السنة الجارية في انتظار تسجيل مشاريع أخرى من شأنها إعادة الاعتبار لطرقات البلدية وسط. الأستاذة الفاضلة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري التي حلت ضيفة كريمة على ولاية برج بوعريش. النشاط التضامني للهلال الأحمر الجزائري في هذه الولاية يعتبر من أهم النشاطات لنا عبر التراب الوطني. الهلال الأحمر الجزائري تكفل بتجهيز قاعتين للعلاج في المناطق البعيدة. هذا برنامج كذلك الهلال الأحمر الجزائري الوطني يهدف إلى تجهيز 500 قاعة علاج. عدد الولايات اللي استفادت إلى غاية الآن فات 20 ولاية. احنا نهدف أن جميع الأدوات المدرسية والمآزر يتم توزيعها قبل الدخول المدرسي، وحيكون لنا نقاش كذلك مع السيد الوالي. نهدف إلى إنشاء مخزن جهوي للهلال الأحمر الجزائري في ولاية برج بوعريش كي يغطي الجهة الشرقية في حال أي طارئ، علما أنه في إدارة الكوارث وفي التكوين في الإسعافات الأولية وتكوين مكونين وتكوين مسيري الكوارث، اللجنة الولائية لولاية البرج تعتبر من أهم الولايات اللي راهي متقدمة فعلا في هذا الميدان، مما يؤهلها للتدخل سريعا في كل الولايات الشرقية.
مختلف المبادرات ينظمها الهلال الأحمر الجزائري من مساعدات إنسانية وتضامنية. هنا بولاية الجلفة هبت قافلة مجهزة لفائدة المناطق النائية وللعائلات المعوز. الهلال الأحمر الجزائري كان له نشاطات عديدة بالشراكة مع السلطات المحلية ومع السيد والي الولاية. اليوم الهلال الأحمر الجزائري تقدم ب5000 محفظة مجهزة بالأدوات المدرسية حسب الطوارئ حسب برنامج وزارة التربية للطور الابتدائي والطور المتوسط. ذات السياق في إطار برنامج الهلال الأحمر الجزائري الخاص بتجهيز قاعات العلاج عبر التراب الوطني، قمنا بتجهيز قاعتين العلاج ببلدية المليحة وبلدية الزعفران. الهلال الأحمر ركز كذلك بهذه القافلة للدور الهام لقاعات العلاج ضمن برنامج المساعدات لتحسين الرعاية الصحية بالمناطق البعيدة. هذه الزيارة وهذا المرفق الجديد اللي هو عبارة عن قاعة علاج تضاف إلى احتياجات ساكنة الزعفران، خاصة وأنه منطقة الزعفران تندرج ضمن مناطق الظل اللي هي بحاجة إلى قاعات علاج. على غير القافلة التي وجهت لمحتاجيها الربط بشبكات الغاز والكهرباء وحتى ظروف التمدرس يشكل جزءا مهما من التكفل بالمناطق المعزولة. معاناة عانينا ياسر، عانينا من نقل حمل القارورة. اليوم الحمد لله رانا تهنينا من مشكل الغاز وباقي ان شاء الله بقيتنا تهيئة تريسيتي والطريق يتفقدوا راهم يمشوا ورانا نطلبوا في دولتنا وفي وليداتنا وربي يعطينا الصحة ان شاء الله والعافية. والله ان شاء الله الناس اللي راح تتفقد فينا الله يزيد في جهده. استحسن المواطنون وأثنوا بهذه المجهودات وبتقريب كل البرامج للتكفل الأمثل بالظروف المعيشية للمواطن.